تحدث هذه الزيارة التي قام بها بئسة من اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بقيادة رئيس البئسة علي برمطري من أجل تنصيب اللجنة الولائية بتنظيم الاستفتاء الدستوري بولاية وادي فرة، والتي تشمل 13 عضو برئاسة حاكم إقليم وادي فرة اللواء غوتي فرانسا تاديكو. في هذا الإطار تحدث محمد أحمد بدوي عضو اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري. الوطنية للاستفتاء الدستوري، طبعا اللجنة الوطنية مهمتها هو تنظيم الاستفتاء الدستوري اللي إن شاء الله حيكون في نهاية العام. كما وجه رسالة للجنة من أجل التفاهم في الأمل والخروج بنتائج مثمرة. الناس تحاول كلها تشتغل مع بعضها من أجل إنجاح الاستفتاء الدستوري. نجاح الاستفتاء الدستوري هو معناه تحقيق واحدة من تحقيق مخرجات الحوار الوطني اللي هو أن إحنا بدوره حاكم إقليم وادي فرة اللواء غوتي فرانسا تاتيكو، بداية شاكرا هذه البئسة مناشدة من اللجنة التي تم اختياره الأمل سويا من أجل إنجاح هذه المهمة، كما تم تسليم مستندات الأمل من أجل مزاولة هذه الأنشطة